ومن الألفاظ الشائعة عند بعض من الناس أن الإنسان إذا أراد أن يشكر شخصا قدم إليه معروفا، أو إذا أراد أن يكتب معروضا يلتمس شيئا من شخص ما قال لك كل الشكر، أو إذا أراد أن يثني عليه قال لك كل الشكر. هذا خطأ، الشكر كله لله. لا شك أن المخلوق يشكر، قال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، أمر جل وعلا بأن يشكر الوالدان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن كل الشكر لا يليق إلا بالله عز وجل، الشكر كله لله.